خلال مشاركات في اجتماعات لجنة السلم والأمن الدوليين بالاتحاد البرلماني، أكد وفد مملكة البحرين أن مملكة البحرين تدعم وتشارك في عملية حفظ السلام إيمانا منها بهذا النهج، وأنها أسهمت ضمن الجهود الدولية في حفظ السلام وشاركت مع مجموعة أصدقاء ليبيا وقوات حفظ السلام الدولية في أفغانستان ضمن الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب الدولي والقرصنة في أعالي البحار، مشيرة إلى أن هذه المشاركات خضعت جميعها إلى معايير الأمم المتحدة في مشاركة القوات لحفظ السلام والأمن. ومن روسيا ينضم إلينا سعادة النائب محمد الجودر. بداية أرحب بك سعادة النائب. حياة الله. سعادة النائب، ما هي أهمية هذه المشاركة وأهم ما تم استعراضه في ورقة مملكة البحرين؟ حقيقة لا شك أن مشاركة البحرين والبرلمان البحريني في هذه الفعالية يعني يعتبر إنجاز. البحرين يعني حاليا تعتبر من الدول اللي هي متقدمة في هذا الأمر. إحنا ما زلنا نقدم لهم مبادرات ونقدم لهم أفكار ويؤخذ بها. يعني أنا ما أذكر من خلال 3 سنوات هذه البحرين تقدمت شيء وما تم الأخذ به. يعني خلي أقول لك، كان اليوم كان اجتماع اللجنة الدائمة للسلام والأمن الدولي، وكان هناك جلسة نقاشية يعني حادة عن دور البرلمان في رفع حجم القوات المسلحة وفي قوات حفظ السلام. البحرين طبعا أبدت وجهة نظرها في هذا الموضوع، وتكلمت عن المعوقات اللي تواجه بعثة حفظ السلام. وكانت هذه المعوقات أول شيء يعني العنصر النسائي غير متواجد في بعثة حفظ السلام أو قوات حفظ السلام. إحنا كثير ما نشاهد أن هناك مشاكل، وهناك يعني حتى من بعثة قوة حفظ السلام عندها مشاكل، في هناك انتهاكات، في هناك تحرش من قوات بعثة السلام، في هناك جرائم تحدث من هذه القوات. يعني قوات حفظ السلام هي ما هي إلا قوات من دول عسكرية، يعني دول لديها جيش، لديها عسكر، فتأخذ هذه العساكر وتلتحق بقوات حفظ السلام. يعني قوات حفظ السلام هي تحت مظلة الأمم المتحدة، ولكن الأمم المتحدة لا يوجد لديها قوات حفظ السلام، لذلك هي تلجأ إلى هذه الدول للاستعانة فيها. يأخذون من الجيش، يأخذون من القوات الأمنية، وتشارك هذه في مناطق فيها نزاع، فيها نزاع مسلح، فيها مثلا نزاع طائفي، فيها نزاع خلينا نقول احنا يعني على الحدود. كل هذه الموجود يحتاجون فيه من قوات حفظ السلام. البحرين اليوم ابدت هذه بوجهه نظرها، وتم الاخذ بوجهه نظر البحرين. يعني ما زالت البحرين يعني معطاه في هذا الامر. نعم. اذا كان معنا من روسيا سعاده السيد محمد الجودر عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.